الخلاف الفقهي. الآن عندما نعلم الناس لا نذكر الخلاف، لا تذكر إلا القول الراجح عندك. هذا يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأنه ما الفائدة أن أطيل على هذا وأذكر له الخلاف؟ ماذا يستفيد؟ ممكن أذكر الخلاف عند طالب علم، أما نذكر الخلاف عند الناس ممكن يخرج من عندك من هنا ويأخذ بالقول المرجوح وتكون أنت السبب. ثم يا أخواننا لا نطول على الناس، نعلم الناس الاتباع، نذكر المسألة بالدليل حتى تعلم أنه بهذا متبع للقرآن والسنة. يقول العلماء أن العلم نقطة واحدة، لكن أصبح نقط كثيرة حتى يعني الجهال سودوه. نعم، إذن نذكر للناس قول واحد. أشد من هذا أن تذكر أقوال أهل البدع، هذا أكبر مشكلة. لأن بهذا أنت تنشر الباطل وأنت لا تدري. لا يذكر كلام أهل البدع، نهجر أقوالهم، نهجر مجالسهم.